مرحبا، أنا عادل من المغرب، مشترك عن فئة المنوعات. سولتني واحد الفتاة من المغرب سميتها ابتسام. الأربعة الحوايج توحشتها وأنا في لبنان. أول حاجة توحشتها هي عقلي وقلبي وروحي وعيني اللي خليتهم في المغرب. ثاني حاجة توحش الإخوة ديالي اللي هم بعد فراق الوالدين هما العائلة ديالي. ثالث حاجة توحش الأصدقاء اللي هم فيهم عرفت معنى الوفاء ونعم الحلفاء. رابع حاجة توحشت البلاد ديالي وريحة البلاد ديالي. وفي الاخير كنطلب من الاصدقاء ديالي باش يتفاعلوا معايا في اليوتيوب، فكل مشاهده كتزيد من الفرصه ديالي للفوز في برنامج نجوم بلا حدود. وشكرا.